طيب النهارده كان في تدريب صباحي لفريق النادي الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر استعدادا لمواجهه غزل المحل غدا. المباراه صعبه جدا والمباراه قويه، وكلنا عارفين مباراه الاهلي والمحله لما بتبقى في المحله بتبقى مدى صعوبتها وقوتها جايه ازاي، في ظل كمان ان بكره المباراه بحضور جماهيري، واعتقد يمكن طبقا للبيانات اللي صدرت بخصوص حجز التذاكر يمكن تذاكر الاهلي نفذت قبل حوالي يوم ونص من طرح تذاكر هذه المباراه. هنشوف بكره بقى الحضور الجماهيري وشكل جمهور الاهلي باذن الله، ونتمنى باذن الله يكون الحضور الجماهيري مميز وتشجيع مثالي دايما زي ما بنشوف دايما من جمهور النادي الاهلي في الفتره الاخيره. النهارده التدريب زي ما قلت لكم صباحا، قدامكم على الشاشه يمكن لقطات حصريه من جزء للمران الصباحي وتدريبات ميشيل يانكون مدرب الحراس مع حراس المرمى علي لطفي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير. نتمنى لهم التوفيق يا رب، ويمكن الاهلي السنه دي في الدوري الحمد لله النتائج والحفاظ على الشباك نظيفه. يمكن الاهلي اكتر فريق في كلين شيت بالنسبه لانطلاقه مباريات الدوري هذا الموسم. من الاخبار الجيده النهارده ايمن اشرف انتظم في التدريبات الجماعيه بعد تعافيه بشكل كامل من الاصابه اللي تعرض لها خلال الفتره الماضيه. ايمن اشرف شارك في التقسيمه الجماعيه بصوره طبيعيه، وكان خاضع لبرنامج تاهيلي داخل النادي عقب الفحوصات الطبيه اللي اجراها في النمسا الفتره اللي فاتت. الكل كان متخوف لا قدر الله ممكن ايمن يحتاج عمليه جراحيه، يحتاج برنامج تاهيلي فتره اطول، لكن الحمد لله يمكن مش محتاج غير برنامج تاهيلي بسيط، وتاكدت جاهزيه ايمن للمشاركه في المباريات الفتره اللي جايه من الناحيه الطبيه بعد جاهزيته بشكل كامل. بكره المباراه الساعه 5، نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في خوض هذه المباراه. النهارده يمكن مارسيل كولر معودنا الفتره الاخيره بيختار القايمه وما بيعلنش القايمه، يمكن بقى في اليوم التالي يوم المباراه لما بتنزل صوره للاعيبه المستبعده من المباراه نقدر بنعرف بقى ساعتها مين اللي دخل القايمه مين اللي خرج من القايمه. لكن لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها ان شاء الله يعني مارسيل كولر واخد معظم القوه الضربه للفريق. كلنا عارفين طبعا طاهر تعرض لاصابه بجزع في الرباط الداخلي فبالتالي مش هيكون موجود لمده 4 اسابيع، لكن محمد عبد المنعم ان شاء الله يكون موجود، محمود متولي، حمدي فتحي، عمرو السوليه، قدامكم عمار حمدي اعتقد لسه شويه على مساله التواجد في المباريات الفتره اللي جايه، لكن باذن الله ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي الفتره الجايه. بيرسي تاو موجود، محمد شريف، حسام حسن، معظم العناصر الاساسيه والتشكيله الاساسيه هتكون موجوده في مباراه المحله. قلت لكم يمكن الفريق النهارده اتمرن صباح اليوم قبل ان يستقل الحافله عقب انتهاء التدريب، يمكن التدريب انتهى حوالي الساعه 2:30 والفريق سافر على طول لمحافظه كفر الشيخ، هيبقى في مبيت هناك في احدى الفنادق القريبه من مدينه غزل المحله. النهارده مارسيل كولر هيعمل محاضره بالليل، وبكره ان شاء الله هيتحرك قبل ميعاد المباراه بحوالي 2:30 من كفر الشيخ الى المحله عشان يتواجد في استاد غزل المحله قبل 1:30 من ميعاد المباراه. علي معلول، علي معلول عايز اقول جمله مهمه جدا. علي معلول خلص مشواره مع منتخب تونس ولعب المباراه الاخيره قدام منتخب فرنسا، جه في الميعاد التزم بالمواعيد اللي حطها له الجهاز الفني اول ما منتخب تونس يخرج من كاس العالم، انتظم في التدريبات، موجود ان شاء الله في مباراه بكره، موجود في المعسكر، لا اتاخر بقى ساعه ولا اتاخر يوم ولا توقعت عليه لائحه ولا الكلام اللي انتوا بتسمعوه ده في اماكن ثانيه. في نظام، في سيستم، في لعيبه بتحترم المواعيد وبتحترم الاهلي وبتحترم الجهاز الفني وبتحترم الفرقه اللي هي بتلعب فيها. ان شاء الله باذن الله يكون علي من العناصر الاساسيه، ويمكن البعض كان متخوف بعد مباراه فرنسا يكون في اصابه، يمكن علي لعب اخر ربع ساعه كده وكان بيمشي بالعافيه، لكن انا طمنتكم بعد المباراه على طول وتواصلت عن طريق احد اصدقائنا في الاتحاد التونسي اللي كان موجود مع علي معلول وطمني ان علي الحمد لله خرج سليم، وبالفعل علي جه وانتظم في التدريبات، مفيش اي برامج تاهيليه الحمد لله، مفيش اي اصابه عضليه، وباذن الله يستعين به مارسيل كولر في مباراه المحله بكره باذن الله. عايز اقول لكم ثلاث نقاط مهمه جدا بالنسبه للاهلي، قدامنا كمان عدد من اللعيبه، قدامنا برونو سافيو يمكن افضل لاعب في الجوله الخامسه من مباريات الدوري، التدريب الجماعي للاعبين قريب باذن الله، كمان هنشوف كهربا ان شاء الله باذن الله احد اللعيبه المهمه اللي هتكون في العناصر والتشكيله الاساسيه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه.